بسم الله الرحمن الرحيم، يا بين استعين والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين. شباب الصف الاول الثانوي، هنبدا النهارده في الوحده الثانيه في ماده الجغرافيا. الوحده الاولى كنا بتناقش الموقع وعوامل التشكيل والتضاريس، الوحده الثانيه كلها بتناقش المناخ والنبات الطبيعي في مصر. الوحده عباره عن ثلاث دروس. الدرس الاول بيناقش المناخ في مصر، بنتكلم عن طبيعة المناخ في مصر في فصول السنة الأربعة، وبنتكلم عن إيه العوامل اللي ممكن تأثر على مناخ مصر. يلا نبدأ. بسم الله. أول حاجة عندنا عايزين نتكلم عن العوامل المؤثرة في مناخ مصر. طبعا قبل كده كنا عارفين إن مصر تقع بين دائرتي عرض 22 شمالا إلى 31 و36 دقيقة شمالا، وده كان ليه تأثير إن مصر بتختلف مناخها من منطقة للتانية، لأن بيمر فيها حوالي 10 دوائر عرض. عندي ثلاث عوامل رئيسية بتأثر في مناخ مصر. العامل الأول الموقع الفلكي، والعامل الثاني الموقع الجغرافي، والعامل الثالث والأخير عندي مظاهر السطح اللي هي التضاريس. تبقى ما هي العوامل المؤثرة في مناخ مصر؟ ثلاثة: موقع فلكي، موقع جغرافي، مظاهر سطح أو تضاريس. هنتناقش في كل عنصر فيهم إزاي بيأثر في مناخ مصر بشيء من التفصيل. أول حاجة نتكلم فيها مع بعض، هنبدأ إن مصر بيمر في جنوبها مدار السرطان، ومن ثم تتعامد أشعة الشمس على مساحات كبيرة منها في فصل الصيف، وده بيؤدي إلى بيؤدي إلى إن مصر معظمها تقع في المنطقة المدارية الجافة اللي هو المناخ الصحراوي، والأطراف الشمالية تقع ضمن مناخ البحر المتوسط. تبقى أول نقطة بالنسبة لنا لما بنقول الموقع الفلكي بيأثر إزاي في مناخ مصر، بقول النقطة الخاصة بدوائر العرض، أن مصر تقع بين دائرتي عرض 22 و31. طب ما النتائج المترتبة على هذا الأمر بالنسبة للناحية المناخية؟ النتيجة عندي إن مصر تتعرض لمنطقتين مناخيتين مختلفتين: واحد، مناخ مداري جاف وده مسيطر على مساحات كبيرة من مصر. رقم اتنين، مناخ البحر المتوسط ودوت واخد الأطراف الشمالية المطلة على البحر المتوسط. دي بالنسبة للنقطة الأولى اللي بتأثر في مناخ مصر اللي هو الموقع الفلكي. النقطة الثانية إن مصر مناخها بيتميز بشكل عام حار صيفا، دافئ شتاء، مع اعتدالين ربيع وخريف. يقول لك احنا افضل موقع على مستوى العالم، واحنا افضل مناخ على مستوى العالم، مناخنا حار صيفا دافئ شتاء، وده كان في السنين اللي فاتت من الاسباب الرئيسية لارتفاع معدلات حركة السياحة لجمهورية مصر العربية. النقطة الثانية هنبدأ نتكلم عنها دلوقتي، الموقع الجغرافي. الموقع الجغرافي هو الموقع بالنسبة لليابس والماء، فقربي من الماء بيأثر على المناخ، وبعدي عن الماء بيأثر برضو على المناخ. هنتكلم أولا عن تأثير القرب من المسطحات المائية، الموقع بالنسبة للمسطحات المائية. بيقولوا إن مصر تمتلك مسطحات مائية واسعة وكبيرة جدا على البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى وجود مجموعة من المسطحات الداخلية زي بحيرة السد العالي وبحيرة قارون والبحيرات الشمالية، وده بيأثر على ثلاث حاجات. ما النتائج المترتبة على القرب من المسطحات المائية؟ رقم واحد، قلة المدى الحراري اليومي والفصلي، ودوت لما بنعمل مقارنة ما بين حرارة المدن الساحلية وحرارة المدن الداخلية. رقم اتنين، ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية، وده بيظهر في المدن الساحلية زي مدينة اسكندرية. طب ما هنا في نقطتين مهمين محتاجين تفسير، يعني ايه مدى حراري يومي ويعني ايه رطوبة نسبية. المدى الحراري مصطلح فيما معناه الفرق بين درجات الحرارة أثناء النهار والليل، ده لو أنت بتقصد المدى الحراري اليومي. أما المدى الحراري الفصلي أو السنوي
ده معناه الفرق بين درجات الحرارة بين الصيف والشتاء. تبقى لو هتعمل مقارنة بين النهار والليل تبقى ده مدى حراري يومي، لو هتعمل مقارنة بين الصيف والشتاء تبقى ده مدى حراري فصلي أو سنوي. المصطلح الثاني عندي اسمه الرطوبة النسبية، والرطوبة النسبية معناها هي نسبة بخار الماء في الهواء الجوي، نسبة بخار الماء في الهواء الجوي. تبقى لو موقعي قريب للمسطحات المائية بيعمل ايه؟ بيقلل المدى الحراري وبيرفع الرطوبة النسبية. طب لو انا قريب من اليابس، ما النتائج المترتبة على موقع مصر بالنسبة لليابس؟ هيقول ان موقعنا بالنسبة لليابس يعني ان بعيد عن المسطحات المائية بيؤدي الى ان معظم مناخنا مناخ قاري، مناخ قاري، وده بيؤدي الى ثلاث حاجات: واحد ارتفاع درجات الحرارة، اتنين ارتفاع المدى الحراري اليومي والفصلي، رقم ثلاثة انخفاض الحرارة نتيجة الموجات الباردة خاصة في فصل الشتاء، رقم أربعة وأخيرا ارتفاع قلة الرطوبة النسبية. تبقى نتائج موقعنا بالنسبة ليابس ان مناخ القار بيزيد، رقم اتنين مصر بتتأثر بضغط جو فوق آسيا وشرق افريقيا صيفا مما يؤدي الى ارتفاع الرطوبة ودرجات الحرارة في تلك المنطقة. تبقى الموقع بالنسبة ليابس هو المناطق الداخلية البعيدة عن البحر، بيؤدي الى سيادة المناخ القاري اللي بيرفع الحرارة وبيزود المدى الحراري اليومي والفصلي، ويؤدي الى زيادة او يؤدي الى انخفاض الرطوبة النسبية. دي بالنسبة للنقطة التانية، الموقع الجوفي. النقطة التالتة يا ولاد مظاهر السطح وتأثيرها في مناخ مصر. طبيعة الحال، هل مصر ارض كلها ارتفاعات ومنخفضات ولا طبيعة ارضنا ايه؟ قال لك ان معظم ارض جمهورية مصر العربية اراضي سهلية، لذلك لا يوجد تأثير لمظاهر السطح على درجات الحرارة. لان يا ولاد التضاريس بتأثر على المناخ في حاجتين، بتأثر على الحرارة وبتأثر على الامطار. بالنسبة للحرارة زي ما خدنا في اولى اعدادي وتاني اعدادي وتالت اعدادي، القاعدة الجغرافية بتقول كلما ارتفعنا 150 متر فوق مستوى سطح البحر تقل الحرارة درجة واحدة مئوية. طيب ده الكلام ده بينطبق على المرتفعات، ما الراجل بيقول لي ان معظم اراضينا اراضي سهلية. ما المقصود بالارض السهلية؟ الاراضي المستوية قليلة الارتفاع. يعني معنى كده ان تأثير التضاريس في الحرارة يكاد يكون منعدم باستثناء بعض المناطق الجبلية في مصر زي جبل البحر الاحمر. دي بالنسبة لدرجات الحرارة. بالنسبة للنقطة التانية، المطر. المطر يا شباب بيؤثر على اتجاه الرياح وسقوط الامطار، لذلك بنلاحظ ان اثر الجبال والمرتفعات في سقوط الامطار بيظهر في منطقتين، جنوب سيناء وجبال البحر الاحمر، جبال البحر الاحمر. طيب سؤال هنا، بما تفسر لا يوجد تأثير لمظاهر السطح على الامطار في مناخ الوادي والدلتا؟ الاجابة بسبب استواء السطح. سؤال تاني يا شباب بيقول ما النتائج المترتبة على عدم وجود مرتفعات على ساحل مصر الشمالي؟ النتيجة توغل الرياح الشمالية والشمالية الغربية إلى الداخل مما يؤدي إلى سقوط أمطار شتوية. الساحل الشمالي من رفح لغاية السلوم ما عندناش جبال فوق، عشان كده الرياح القادمة من البحر المتوسط بتتوغل داخل الأرض المصرية حتى الدلتا وتسقط أمطار شتوية. دي بالنسبة لتأثير مظاهر السطح على مناخ مصر. إذن ما الهيئة العوامل المؤثرة في مناخ مصر؟ زي ما اتكلمنا تلات عوامل: واحد الموقع الفلكي، اتنين الموقع الجغرافي، تلاتة التضاريس. هنبدأ نتناقش مع بعض دلوقتي في مناخ مصر في فصول السنة الأربعة. هنبدأ نتكلم في كل فصل من الفصول على درجات الحرارة والمدى الحراري والرطوبة النسبية، وهنتكلم على اتجاهات الرياح وسقوط الأمطار. أول حاجة بالنسبة لفصل الصيف، درجات الحرارة. درجات الحرارة في فصل الصيف بنلاحظ أن الشمس تتعامد على مدار السرطان، وإحنا في أول الدرس اتفقنا أن الأراضي المصرية يمر بها في الجنوب مدار السرطان. معنى كده بما أن مدار السرطان موجود عندنا في الجنوب، إذن درجات الحرارة تبقى مرتفعة ولا منخفضة؟ هتبقى مرتفعة بشكل عام. هيسأل سؤال بيقول بما تفسر ارتفاع درجات الحرارة بمستويات كبيرة في فصل الصيف؟ هقول له بسبب
تعامد اشعه الشمس على مدار السرطان جنوب مصر. طيب هنيجي هنا ونقول ان درجات الحراره ترتفع كلما اتجهنا جنوبا، طبيعي لان احنا كده بنقرب من مدار السرطان وبنبعد عن تاثير المسطحات المائيه. سؤال، بما تفسر تعد المناطق الواقعه جنوب اسوان اكثر حراره خلال فصل الصيف؟ لسه قايلينها مع بعض، لان اشعه الشمس تتعامد على مدار السرطان في فصل الصيف. بما تفسر قل درجات الحراره في الجهات الشماليه في مصر على ساحل البحر المتوسط؟ واحد، بسبب بعدها عن مدار السرطان وخط الاستواء. رقم اثنين، القرب من تأثير البحر، لأن الرياح القادمة من البحر بتعمل على تلطيف درجات الحرارة. دي بالنسبة للنقطة التانية. بعد كده هبوب الرياح التجارية اللي بتعمل على تلطيف الجو. السؤال اللي بعد كده بيقول، بما تفسر انخفاض درجات الحرارة على البحر الأحمر؟ هقول لأنه كلما ارتفعنا 150 متر فوق سطح البحر تقل درجات الحرارة زي ما اتفقنا قبل كده. بعد كده هنبدأ نتكلم مع بعض عن، احنا كده خلصنا درجات الحرارة، هنبدأ دلوقتي نتكلم عن الرياح في فصل الصيف. الرياح في فصل الصيف اللي تهب على مصر في فصل الصيف رياح كافة ومعتدلة في سرعتها، تأثيرها بيكون بتعمل على تلطيف درجات الحرارة. الرياح يا جماعة لها ثلاث تأثيرات، لإما بتلطف الجو، لإما بتزود معدلات البرودة، لإما تؤدي إلى سقوط أمطار. إحنا في فصل الصيف الرياح القادمة من فوق البحر المتوسط اسمها رياح تجارية. الرياح دي خصائصها إن هي جافة وتعمل على تلطيف درجات الحرارة. سؤال بيقول، بما تفسر أهمية الرياح الشمالية التجارية؟ أنها تعمل على تلطيف درجات الحرارة. تعمل على تلطيف درجات الحرارة وحركة السفن النهرية، عشان كده بيسموها رياح تجارية. بالنسبة للأمطار في فصل الصيف، بينعدم سقوط الأمطار في فصل الصيف ويسود الجفاف في كل أرض مصر. ده بالنسبة لفصل الصيف. نتكلم مع بعض على فصل الخريف. أحوال مصر المناخية في فصل الخريف. الفصل ده يصنف أنه أفضل فصول السنة على الإطلاق. ليه يا جماعة؟ لأن ما فيهوش تطرف مناخي. يعني إيه تطرف مناخي؟ التطرف المناخي هو أن يتحول المناخ من ارتفاع شديد في الحرارة إلى انخفاض شديد في الحرارة أو العكس. ده اسمه تطرف، يعني اختلاف شديد، تغير شديد. هنا التغير بيكون بسيط، وفي نفس التوقيت التغير يا أولاد بيكون بمعدلات معقولة. عشان كده من أفضل الفصول على الإطلاق هو فصل الخريف. طب ليه درجات الحرارة معتدلة في فصل الخريف؟ لأن احنا قلنا مصر بتمر بحاجة اسمها الاعتدالين، والاعتدالين هو الفصل أو الفصلان اللذان تنخفض بهما درجات الحرارة، نظرا لأن الشمس في الفصلين دول بتتعامد على خط الاستواء، واحنا بالنسبة للاستواء بعيد قوي. طيب ليه بيعد فصول السنة؟ احنا اتفقنا يعد فصل الخريف فصل انتقالي بين الصيف والشتاء، ويعد افضل فصول السنة لان الشمس بتتعامد على الاستواء ودرجات الحرارة تتميز بالاعتدال وما فيهوش تطرف مناخي زي ما كنا بنحكي مع بعض دلوقتي. الرياح في فصل الخريف وضعها ايه؟ رياح شمالية وشمالية غربية، تأثيرها ملوش تأثير على الأرض المصرية لا في الحرارة ولا في الأمطار. الأمطار في فصل الخريف، قد تسقط أمطار في فصل الخريف خاصة في ثلاث مناطق، لإما في جبال البحر الأحمر، لإما في جبال جنوب سيناء، لإما في سواحل مصر الشمالية، الساحل الشمالي من اسكندرية لغاية مطروح. لو الأمطار دي فوق جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء هتبقى رياح أمطار شديدة بنسميها احنا سيول، بنسميها سيول. ده فصل الخريف زي ما انتم شايفين كده، فصل لطيف خفيف، حتى في معلوماته خفيفه وجلا. الفصل الثالث عندنا فصل الشتاء، والفصل ده
أشعة الشمس بتتعامد على مدار الجدي، وده بعيد أوي أوي عننا. عشان كده الأشعة التي تصل إلى مصر أشعة مائلة، وخدنا في أولى إعدادي إن الأشعة المائلة أقل حرارة من الأشعة العمودية، عشان كده الأشعة بتيجي ضعيفة فبترتفع البرودة وتنخفض درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية. الرياح في فصل الشتاء تهب على مصر نوعين من الرياح. عندي واحد رياح شمالية تجارية، وعندي رياح غربية عكسية. الرياح الشمالية التجارية بتعمل على زيادة البرودة، أما الرياح الغربية العكسية بتعمل على سقوط الأمطار. سقوط الأمطار. بالنسبة للنقطة الثالثة وهو المطر في فصل الشتاء، يعد فصل الشتاء هو فصل تساقط الأمطار الرئيسي في مصر، لأن 90% من الأمطار تسقط على مصر طوال العام بتسقط في فصل الشتاء، خاصة على مدينة الإسكندرية. مدينة الإسكندرية تبقى يعد فصل سقوط الأمطار الرئيسي، وتزداد كمية المطر كما في مدينة الإسكندرية. مناخ مصر في فصل الربيع، بالنسبة لدرجات الحرارة الشمس بتتعامد على استواء، استواء يعني منتصف الكرة الأرضية، إذن درجات الحرارة تتميز بالاعتدال، بتبدأ ترتفع تدريجيا مع بداية فصل الربيع، بعد كده بيسود الدفء في إبريل ومايو مع وجود اختلافات في درجات الحرارة. بالنسبة لي بعد كده الرياح بيهب على مصر في فصل الربيع رياح محلية تنشأ نتيجة تغير في مناطق الضغط الجوي. الرياح دي بنسميها واحد رياح الخمسين، رياح الخمسين، ودي رياح محلية تهب على أرض جمهورية مصر العربية من المناطق الغربية، خاصة الصحراء الغربية عندنا، خاصة إيه يا أولاد؟ الصحراء الغربية. أما بالنسبة لتساقط الأمطار فزي ما قلنا قد تسقط